الصحية لمقاطعة كوباني تنظم حفلا تكريميا لصالح الأطقم الصحية المتميزة في تنفيذ البرنامج للماء الصحي في المقاطعة بإشراف السلطات الإدارية والصحية في الولاية. المدير الجهوي للصحة سيد أمدوبا بين في كلمته أهمية هذا النوع من المبادرات الرامي إلى تشجيع عمال الصحة على بذل الغالي والنفيس من أجل القيام بهذه المهمة النبيلة على أحسن وجه. المنسق الوطني لمشروع عناية خلى كلمته بالمناسبة نوه بهذه الخطوة التي ستسهم في تشجيع عمال القطاع على بذل المزيد من الجهود لتطوير المنظومة الصحية على المستوى الجهوي. إذن مبادرة حقيقة زينة عندنا وتجي في إطار تنفيذ برنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، تعزيز الخدمات الصحية وتكثيف وتطوير هذا البرنامج اللي هو جزء برنامج عناية اللي هو جزء من البرنامج الانتخابي رئيس الجمهورية. إذا حضرت له باسم معالي وزير الصحة، وحقيقة مبادرة راجين تعدل في مقاطعات أخرى. بدوره المتحدث باسم الأطباء الرئيسيين على مستوى ولاية الحوض الغربية الدكتور حمو لنا أشاد بهذه الخطوة الأولى من نوعها. واليوم نجتمع هنا لنثني على نخبة من جنود الخفاء تميزت بتحمل المسؤوليات في السنة الماضية بخدماتهم وعطائهم وإسهاماتهم في تعزيز ونماء وتطوير المنظومة الصحية بمقاطعة كوباني بشكل خاص وبولاية الحوض الغربي بشكل عام. فلولا جهودهم وما بذلوه من تفان وإخلاص في أداء الأعمال الموكولة لهم لما كان ذلك ممكناً اليوم. وتسعى الدائرة الصحية في كوباني من خلال هذا الحفل إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية في المقاطعة عبر تشجيع وتثمين جهود الأطقم الصحية. نحن اليوم جايين ياك نكرموا ذو الممرضين وذو الأطباء اللي قدوا يحقوا هذا. نحن نيجينا حاولنا عن نقعدوا مع كل رئيس نقطة صحية تظهر والله مركز صحي تظهر لك عن ذي المشاهدة هي إشخاصها عن تعود بالطريقة المطلوبة يقول لنا خاصها بعض المسائل. لأجل ذلك نقول لنا أنا وأنت وطبعا العبير الكبير عليه هو 90-95% لا ينعدلوا هذا في ظرف 3 أشهر من هون إلى نهاية 2022 إلى اليوم. ذاك اللي توافقنا عليه وذاك التوصيات اللي خلقت بنسبة 100%. أما المنتخبون المحليون لمقاطعة كوباني فقد أشادوا بما تبذله الدولة من جهود في سبيل تطوير النظام الصحي والتحسين من خدماته، كما أثنوا على هذه الخطوة التي تشجع عمال القطاع على التميز والتفاني في العمل. وقد اختتم الحفل بتوزيع الجوائز التشجيعية على الفائزين. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مقاطعة كوباني.